استاذ بالنسبه للاتصالات استاذ بالنسبه للعراق يخسر سنويا بين 3 إلى 5 مليار دولار من ايرادات الاتصالات والانترنت. يعني العراق او دول العالم تمثل الاتصالات بها وخدمه الانترنت بين 10% إلى 20% من الناتج الوطني الاجمالي. بينما في العراق لا تمثل ايرادات الاتصالات بالنسبه بالعراق اكثر يعني من 1%. جزء واحد هواي حتى بوينتات. يعني هو يجوز يحصل كل سنه 500 مليون دولار. يعني هو مال انه العراق يحصل سنويا 40 مليار هذا مو حقيقي. لانه هو انا اختصاص اتصالات وعندي دراسات بها. لكن انا اقصد 40 عفوا 40 مليار دولار ايرادات الشركات. طبعا شركه زين واسيا سنويا استاذ يحصلون بين 5 مليار الى 6 مليار دولار سنويا. لكن ما انا المشكله يعني هذا الرقم يعني موجود متوفر على الانترنت يعني مو من يمي انا يعني ولا نظره استشرافيه للموضوع ولا تخميل الموضوع اطلاقا. هذا حسب ما صرحوا به واكدوا النواب واكدوا بعض الشخصيات السياسيه. صحيح استاذ.